مشاهدينا الكرام، أهلا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من فقه الحياة. خلق الله تعالى الإنسان محبا للاجتماع مع بني جنسه، ولا يستطيع الإنسان أن يحيا منفردا بعيدا عن الناس. لذلك اهتم الإسلام بالصحبة الصالحة وأولاها اهتماما ورعاية كبيرة. للحديث عن هذا الموضوع تدور حلقة اليوم من فقه الحياة، ويسعدنا أن يكون ضيف هذه الحلقة فضيلة الشيخ عباس صالح، إمام وخطيب مسجد النور بالعباسية. برحب بحضرتك. أهلا وسهلا ومرحبا. مشاهدينا متواصلون معكم في هذه الحلقة من فقه الحياة بعد فاصل قصير. مشاهدينا، لكم التحية من جديد، ولضيفي في هذه الحلقة من فقه الحياة فضيلة الشيخ عباس صالح، إمام وخطيب مسجد النور بالعباسية. أجدد لحضرتك التحية. أهلا وسهلا. فضيلة الشيخ، بداية، مفهوم الصداقة في الإسلام؟ نعم، حدثنا عنه. اللهم يا ربنا لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد دائما أبدا. اللهم صل على حبيبنا ونبينا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. صل عليه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت، إلى يوم تبعث من أفنيت. لا تحرمنا يا ربنا منها أجر صلاة واحدة. ربنا اكتب لنا في المنام رؤيته، اكتب لنا في الدنيا زيارته. بلغه ربنا منا الآن الشوق والحب والسلام، اكتب لنا في الآخرة شفاعته، اسقنا من حوضه بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، حتى نكون من حبه وصحبه في الجنة يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على آله وصحبه ومن دعا بدعوتهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. الصداقة هي امتزاج روحين وتوافق طباع وتوافق أهداف وميول، ومن الممكن أن يكون في بعض الخلاف لكنه يبنى على تكامل. فإذا بالصديق يكمل نقص صديقه، وإذا بالصاحب يحب لصاحبه ما يحب لنفسه، بل قد يفضله على نفسه، عملا بقول قائلهم: إن الصديق الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك، شتت فيك شمله ليجمعك. ولذا كانت أجمل الصداقات على الإطلاق، بقولوا فريند شيب، لكن احنا بنقول سيدنا محمد والصديق عليه الصدق، والذي جاء بالصدق وصدق به. هذا لحن رددته السماء، وسمي صاحب هذه الصداقة وهذه الصحبة الصديق. يا لها من روعة أن يكون غائب لكنه يشعر بصديقه وصديقه. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. تقرني المثلين أمية وعقبة صديقين، فقالوا صبأ عقبة فقال: وجهي على وجهك حرام إن لم تدفل في وجه محمد. فبصق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فكان ملعونا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لقتله وأباح قتله وقتله صبرا صلى الله عليه وسلم يوم بدر، وقتل يومها أمية أيضا. وصدق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: شر الناس من قتل نبيا أو قتله نبي. لكن المقارنة بقى مع سيدنا أبو بكر، يقولوا له: يا أبا بكر، إن صاحبك يزعم أنه فعل كذا وكذا، وأنه
ذهب إلى المسجد الأقصى وعرج إلى السماء؟ قال أوقد قال؟ قالوا نعم، وهم يظنون أنه لن سيصدق عقولهم ويكذب قلبه وإحساسه وشعوره وصدقه وثقته في من صاحبه عمره كله، فإذا به يقول إن كان قال فقد صدق. فكتبته السماء بحروف من نور، بحروف من ذهب، يردد إلى يوم القيامة فيسمع صداه فيه صدق الصداقة وصدق الصحبة وصدق الأخوة. وإذا بالسيدة عائشة وأسماء يرويان موقفا عظيما يوم أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم للصديق وهو يقول كلما أراد أن يهاجر، لما قال لأصحابه أريت دار هجرتكم أرض ذات نخل بين لابتين، فأذن في جاء قال أذن لي بعدها في الهجرة، فأخذ الناس. كلما أراد أن يهاجر الصديق قال مهلا يا أبا بكر، لعل الله أن يأذن بالصحبة، الصحبة رسول الله، قال الصحبة يا أبا بكر. فلما جاءه وقال أذن لي بالهجرة واشترى الراحلتين، والنبي لا يرضى أن يكون عالة على صديقه، وقال بل بالثمن يا أبا بكر. واشترى النبي صلى الله عليه وسلم ما يضحي به وما يبذله في سبيل ربه عز وجل من ماله صلى الله عليه وآله وسلم. فتقول فما رأيت أحدا يبكي من الفرح إلا لما رأيت أبي يبكي يوم جاء له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه صداقة تردد في لحن الخلود. لكن الشيخ الغزالي كان يقول ديننا دين عظيم لكن محاميه فاشل. يكتب الكتاب الغربيين والأدب الإنجليزي وغيره عن قصص أقل من ذلك بكثير، لكنهم يعظمونها بكتاب ماهرون في هذه الكتابة. يروى أن صديقا قال لصديقه حان وقت الفراق، والآن علينا أن نتعاهد أن نلتقي بعد 20 سنة، وكل واحد منا يلبس لباس حددوه، زيا واحدا حددوه، بعد 20 سنة ويلتقيان في مكان واحد. ومضت السنون ومرت السنوات والأيام، وإذا بالصديق يذكر اليوم فيلبس الثياب المتفق عليها ويذهب إلى المكان وينتظر أن يأتي صديقه، فيأتي رجل غيرته السنون والأيام، ما هو بصديقه الذي يعرف؟ فإذا به يقول جاء الرجل الآخر وهو قال هو مختلف، فقال يا صديقي أنا لا أشعر بك، وأنا متلهف للقياك بكل كياني، لكنك تعاملني ببرود كأنه لست أنت. فقال هو كذلك، إن صديقك قد مات. ولما حانت لحظة الوفاة أوصاني أن ألبس الزي المتفق عليه وأن آتي في الوقت المتفق عليه لكي لا تفجع بموته حتى يكون وفيا لك وهو حي وهو ميت. انظري بقى التطبيق النبوي صلى الله عليه وسلم. يأتي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فينظر في القتلى، من صديق مين؟ من صاحب من؟ فيدفن سويا حتى تكون صحبة الدنيا وصحبة الآخرة. آخى بين المهاجرين والمهاجرين في مكة صحبة، وآخى بين المهاجرين والأنصار صحبة، فأحب كل واحد منهم أخاه حبا عن النفس والمال والولد وفضله على نفسه. وسيدنا النبي يقول إن من صفات أحب لأخيك ما تحب لنفسك، من علامات الإيمان أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. فيجي لا يقول له ده مش نفسي، ده أفضل من نفسي يا رسول الله. فيجي يقول له سيدنا سعد وسيدنا عبد الرحمن انظر هذه أرضي وبساتيني،
انظر انظر إليها، أقسمها لك نصفين، فخذ ما شئت ودع ما شئت، وهاتيني زوجتي فاختر من شئت أطلقها لك. قال بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. فيا لها من صحبة، صحبة تجعل سيدنا سلمان يذهب إلى بيت أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، فيجد زوجته متبذلة تلبس ثيابا ليست جيدة، كأنها ليست لها في الرجال ولا في البيت ولا في الزوج، فيعني شغله ذلك. فسألها قالت إن أخاك صوام قوام، يصوم النهار ويقوم الليل، فدرى إني سيدنا في خلل. نعم. فذهب لسيدنا أبو الدرداء، فلما أراد أن يصوم قال أفطر، فأفطر، فجاء يقوم الليل فقال نم، فنام، فقال أراد أن يقوم مرة ثانية في منتصف الليل فقال نم، فنام. فلما أراد أن يقوم في الثلث الأخير من الليل قام معه وصلي الفجر وعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأيد موقف سلمان وقال إن عليك حقا لزوجك عليك حقا، وإن لي عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا، أهلك هي زوجك، إن أهلك بصديق وبيص على زوجه وعلى هذا البيت أن يكون سعيدا عامرا بالإيمان. لا القصص اللي بينشروها سواء في بعض الإعلام أو بعض إني من النوادر الخل الوفي، من النوادر الوفاء، وهذا كذب. يعني ربما يكون هذا مرتبط بزمن وزمن مختلف فضيلة الشيخ. هذا مرتبط بالدين. نعم. مرتبط بالإيمان، مرتبط بالصلة بالرحمن، مرتبط بالحب الفرد بالنبي العدنان، مرتبط بأن الفرد لا ينظر إلى هذه الدنيا، فإن كان هدفه دنيا مد عينيه إلى ما متع الله به أزواجا منهم، فانظر لبيت صديقه ولزوج صديقه ولكذا. وإن كان يعرف أنه بين يدي الله موقوف وبين يديه مسؤول وغدا إليه راجع، علم أن للسؤال جوابا، وأنه لا بد له أن يتقي الله في من أمنه، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يربيهم على ذلك، فإذا بهم يعلمون الكون. إذا أردت أن تقل لي من أنت فقل لي من صديقك أقل لك من أنت. أي صداقة أوصلت الناس لدرجة من الحب، لدرجة أن يردد الكون نشيد الصديق، مرض الحبيب فزرته فمرضت من أسفي عليه، فلما مرض الصديق شفي رسول الله فزاره، فقال شفي الحبيب فزارني فشفيت من نظري إليه. والله هذه تكتب بحروف من ذهب، بحروف من نور، يرددها الزمان إلى يوم القيامة. ما أجمل هذه الصحبة، فصحبة أدت للجنة، وأدت إن النبي بيدفن الأصدقاء مع بعض عشان يكونوا مع بعض دنيا وأخرى، وأدت إن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه وفي آخر حياته قال كل من كانت له علينا يدا كافأناه بها، إلا الصديق لم نقدر على مكافأته، لم نستطع مكافأته، تركنا مكافأته لله عز وجل. يا لها من صحبة، يا لها من صحبة. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يزوج ابنته بأمر من السماء، ويجعل الصديق في المرتبة العليا، الذي فهم دين الله
وفهم رسالة الله وفهم غاية صاحبه وصديقه منذ أول لحظة، فإذا به يدعو 6 من 10 المبشرين بالجنة يسلم على يديه، فيكون ميزانهم وميزان من يدعونهم إلى يوم القيامة في ميزان الصديق الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: لو وزن إيمان أبي بكر في كفة ووزن إيمان الأمة في كفة لرجح إيمان أبي بكر. يا أمتنا في كل مكان، هل تتعلمون الصداقة؟ هل سلام يا صاحبي ولا أنا جدع ولا 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 ولا؟ يا أخوانا هذه هي الصداقة في أعلاها وفي أرقاها وفي أعلى قممها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك سيدنا عمر كان يقول: عليك بإخوان الصدق، اشفي أكنافهم فإنهم عون لك في البلاء وعدة لك في الرخاء. إن الأصحاب الأطهار، النبي قال فيهم: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا التقي. الصاحب الذي إذا صاحب صاحبه، لا تصاحب إلا من إذا نسيت الله ذكرك وإذا ذكرت الله أعانك. حتى صحبة الرجل بزوجته صحبة، حتى العلماء تكلموا في الصحبة الصالحة الطيبة أن تصحب ربك في حياتك معه، في تجربتك، في تجربتك معه، في أن تكون في صلة ممتدة في حال مع الله، فأنت تعرف ربك وأنت تعرف أنه لا يريد بك إلا الخير. وقد جربت مع الله في حياتك كلها، كم من مرة كرهت أمرا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كم من مرة ظننت بالله شرا ولكن صحبة الله ما أرادت بك إلا الخير. هل صاحبت رسول الله؟ الصحبة الصحيحة، فتعرف ما يحب فتحب ما يحب، وتبغض ما يبغض، وتعيش كما كان يعيش، وتعرف كل تفاصيل حياته صحبة، لكنها صحبة الأموات والأحياء. فصحبة، ولذلك العلماء قالوا هذه من عوامل الثبات على الطاعة، أفضل نعم الله على العبد صديق صالح، إذا ذكر الله أعانه وإذا نسي الله ذكره. فتلاقي هذه الصحبة وهذه وهذا المدد الرباني ده، إن المرأة، السلف من الصحابة التابعين قالوا كلاما غاليا، قالوا إن المرأة والله لا يسأل يوم القيامة عن صحبة ساعة، صحبة ساعة سيسأل عنها، فما بلنا نجلس في المجالس ونصاحب الناس بوجوه مختلفة، ما هناك من صدق. لكن الإمام أبو حنيفة لما يصحب جاره وهو يشرب الخمر، وهو إمام الدنيا وهذا يشرب الخمر ويتغنى بشرب الخمر، فلما يمسك وتمسكه الشرطة وتحبسه يروح يدفع له الفلوس ويخلي سبيله، وقال: لا تخبروه. والشاب كان يغني وهو سكران: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. فإذا به يسأل ويظل ويلح حتى يعرف من الذي حرره، فلما يعرف أنه الإمام ذهب ليشكره فقال: أأضعناك يا فتى؟ فقال: لا يا إمام، جزاك الله من أهل وعشيرة خيرا، جزاك الله خيرا، صحبة الله لا تضيع، صحبة أهل الله لا تضيع صاحبها، وإنما والله هي نجاة في الحياة وفي الممات، في الدنيا وفي الآخرة. صحبة يكفي فيها إن أهل الله يشفعون في أصحابه، أهل الله يشفعون في أحبابهم ويتواصون على ذلك. اسمح لي فضيلة الشيخ، يعني هل في هذه الحالة نحن مأمورون بصداقة المؤمنين فقط؟ نعم، الأصل في المؤمن أن يصاحب الذي يعلي نفسه، يعلي إيمانه،
يزيد صدقه، يزيد خلقه. لا تصحب من إذا صحبته كان كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم كحامل المسك، إما أن تبتاع منه وإما أن تشم منه ريحا طيبة. ولا تصحب الآخر كنافخ الكير، فإما أن يحرق ثيابك أو تشم منه ريحا سيئة نتنة. هكذا الأصحاب نقول لأولادنا صاحبوا مين؟ صاحبوا اللي يرقيكم، اللي يعينكم على أنكم تكونوا أفراد صالحين لأنفسكم ولأهليكم وللمجتمع. صاحب اللي هو مطيع لوالديه، صاحب الذي هو يطيع ربه، صاحب اللي هو متفوق في درسه في خلقه. ليه؟ لأنه حيؤثر فيك. فالصاحب كالساحب، وإذا أردت أن تقل لي من أنت فقل لي من صديقك أقل لك من أنت. وصاحبك إما أن يسحبك، أن يقودك إلى الجنة أو يسحبك إلى النار. فلا تصاحب إلا مؤمنا. هذا كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ليه المؤمن؟ لأنه حيحفظك في غيبتك وفي حضورك. إن دخل بيتا حفظ نظره على أن تخترق البيت، حفظ نساءه وشعر أن دول أهله وأن أم صديقه، أم وأخت صديقه، أم أخته. كذلك يحفظ هذا من منطلق رب، من منطلق دينه، من منطلق أنه يراقب ربه عز وجل. فلذلك لكن بعض الناس يقول إيه ده أنا كويس عفوا يقول أنا كويس جدا بس أنا هصاحب ده عشان إيه أخد بيديه فيجلس معه حتى يبطل هو صلاة. نعم. فنقول له لا، صاحب من تؤثر فيه ولا يؤثر فيك، وجالسه بقدر ذلك. يعني من عوامل هذه التربية الصحيحة لأبنائنا إن احنا نقول له صاحبه اجلس معه لكن ليس كل الوقت، ليس الوقت الذي يعصي فيه ربه، ليس الوقت الذي يعني يفعل فيه المعاصي، فإنت حتى إن لم تفعلها تألفها. نعم. فلا تنكرها، فبعدها تصبح سهلة ميسورة أن تصنعها. لكن اصحب من يزيدك وتزيدك الصحبة له في إيمانك، في حياتك، في دنياك، في أخراك، في خلقك، فيما ينفعك في الدنيا والدين. طب فضيلة الشيخ، يعني حق الصديق على صديقه من المنظور الإسلامي؟ نعم. أولا إذا مرض عاد، إذا عطس شمته، إذا احتاج إلى النصيحة إذا استنصحه عليه أن ينصحه، فإن الدين النصيحة. إذا مات أن يشيعه، إذا أصابته كراهة أو أزمة أو حدث في حياته، اتزنق ماديا أو معنويا، حصل لي أزمة، مش يبعت له رسالة على الواتس يقول له محتاجني في حاجة؟ لا، ده هو الرجل يذهب إلى بيته عنده حالة وفاة فيقف قبله ويكون كأن والده الذي مات هو والده وأن أمه هي أمه. فساعتها يعني يكون أدى حق الصداقة عليه. لكن الصديق الذي يصاحب صاحبه وفي الآخر يقوله ما فيش صاحب يتصاحب، ليه؟ لأنه هو مصاحبه للمصلحة وبيعه في أول محطة. نعم. وإن احتاجه ما وجده. إن مات عنده قال لك أصلا ما بحبش غير الأفراح. إن مرض ما أدى حق الصحبة عليه. إن للصحبة حقا، هذا الحق يشترى ببذل النفس والنفيس والجهد دنيا وأخرى. طب فضيلة الشيخ، يعني في بعض الأحيان تكون هناك صداقات تجمع الناس ولكن تمر سنوات طويلة دون أن تختبر هذه الصداقة، ثم يأتي وقت الاختبار ويسقط الصديق في هذا الاختبار بأنه لم يكن الصديق
الذي كان متوقعا من قبل صديقه. في هذه الحالة يعني هذا ربما يجعل البعض يتشكك في وجود الصداقة أصلا، يعني من كان يتصور أنه الصديق الوفي لم يجده كذلك. الأصل أننا نعامل الناس من منطلق قول ربنا سبحانه وتعالى. كان لي تجربة مع أحد الأصدقاء، فعمل معه موقف، كان والدي شيخ فذهبت أشكو إليه يعني، فقال يا بني ربنا لما قال ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فلا تعامل الناس على أن فيهم الكمال فيحدث النقص فأنت تصاب بنكسة فتصدم، ولكن عاملهم بما خلقوا وخلق فيهم، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فأصل الإنسان الخطأ ليس الكمال، إنما الكمال لله وحده والعصمة لأنبياء الله، وكل الناس ذو خطأ والمعصوم من عصمه الله. فإذا عملت أحدا فلا تطلب فيه الكمال، فإن الكمال ليس فيك. وخطأ إن الصداقة لا تختبر، خطأك أنت سيبها سنين لا تختبر، وربما يكون الاختبار في وقت. أصل الـ 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 الشرع علمنا في التربية ألا نحكم على الناس بموقف، فقد جعل الله تعالى فصولا أربعة. النفس تتقلب فيها والأمزية تتقلب فيها، فإذا أردت أن تحكم على واحد فاحكم عليه في المواقف كلها. ربنا سبحانه وتعالى ما يدخل الناس الجنة في موقف واحد، ولا في موقف، ولا في النار في موقف، في الغالب يعني ربما يكون سعيد فكالذي سقى كلب فيغفر الله له فيدخله الجنة. هذه سعادة أراد الله له الخير في موقف ملأ قلبه رحمة، مش الموقف على السقيا دي نتيجة للحدث. لكن ربنا سبحانه وتعالى بيعاملنا بإجمال حياتنا بمجمل طاعاتنا، فيغفر لنا ويرحمنا، لأنه ما أراد لنا، إنه ما خلقنا ليعذبنا. فإذا صاحب أحد صاحبه عليه إنه هو يعني يكون في بينهم ربنا. إذا كان في بينهم ربنا مش هيكون بقى في غيرة الفتيات بينهم وبين بعض، والزميلات بينهم وبين بعض، وانها دايما عايزة نفسها الافضل، وان لقت صاحبتها ولا كذا ولا رأى صديقه في وضع افضل غار، وقد يكره ذلك له لان الموضوع مش مبني على ربانية. لكن لو كان على ربانية لتمنى له الخير دنيا واخرى، وتمنيه الخير للغير ودعاءه بالخير للغير يجعل الملك يرد ولك بمثل ما دعوت به، والله يعطيه. يعني من دعا ربه وذكر ربه، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عن هذه الأيام والأيام التي تمر في حياة الناس، مثلا عن يوم عرفة بيقول إني أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله، عن الذكر يعني. هو بيتكلم أصلا عن الدعاء، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله. طب ده ذكر ولا دعاء؟ لأنه قال من سأله، من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. فده أصلا مش مهم عنده من صديقه إلا صحبة، ذكر الرافعي في فلسفة الحب والجمال صحبة رجل لامرأة أحبه، فجلس سويا فقالت أريد أن أقبلك، قال وأنا أيضا، قالت وما يمنعك وقد اختل الجو ولا يرانا أحد، قال أخاف أن يتبدل حبي لك عداوة يوم القيامة، أنا لا أريد أن أعصي مولاي عز وجل حتى يستمر الحب لا في الدنيا فقط ولكن في الدنيا والآخرة. وإن كان الجلوس نفسه مخالف يعني، لكن إحنا بنتكلم على إيه؟ على أن من أراد هذه الصداقة حقيقية حتكون في الدنيا وفي الجنة. الله. من أرادها حقيقة يحب له الخير، وهو يعلم أن في قلبه ما في قلبه
لأن سيدنا النبي علمنا أن الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، فيلقى الإنسان فيحبه ويصاحبه، وقد يلقاه لأول مرة وهو يشعر أنه يعرفه منذ سنين طويلة، منذ سنوات، كأنه يعرفه منذ 50 سنة. ولكن فضيلة الشيخ البعض يلقاه لأول مرة فلا يحب. البعض يقول أنه لم يلتقي في حياته قط من بصديق. هو نعم. هذا يعني أمر مضحك، يعني لديه الكثير من المعارف ولكن ليس لديه أي من الأصدقاء. فأين نشأ؟ أين نشأ؟ أين ربي؟ في شباب الإنسان وفي فمرحلة بداياته يكون له أصدقاء يذهبون ويسافرون ويغيبون ويحضرون، ولنا أصدقاء والله الذي رفع السماء بلا عمل، قد لا نلتقي سنة أو أكثر ونلتقي كأننا لم نفترق ولا ساعة واحدة. نعم. وهكذا الإسلام علمنا إن هذه الصحبة وإن غابت الأجساد الأشباح تلاقت الأرواح، فهو يدعو لصاحبه في كل يوم وفي كل ليلة. إذا كان الإمام أحمد بس الصاحب رزق برضو فضيلة الشيخ، يعني ربما لا يكون له من الأصدقاء رزقا يعني. نعم، لكنه قد يكون في خطأ في التربية، أنه منطوي مثلا. نعم. أنه هو يعني له ربي في أسرة منغلقة مثلا. نعم. فهو غير مفتوح على مجتمع، لا صديق لا من الأقرباء ولا من كذا ولا من كذا ولا من صحبة الدراسة ولا من صحبة البيئة التي ربي فيها. هذا خطأ، هذا الخطأ ممكن كبير أن يكون رزق فعلا وهو كذلك، لكن في خطأ، هذا بناء على خطأ. لكن الأصل أن كل إنسان له صحبة، كل إنسان له صحبة تمتن، تكون ضعيفة، تنشغل قليلا، الناس كل واحد يذهب إلى مكان وتفرقهم الدنيا، لكن دائما ما يجتمع الأصدقاء حتى وإن غيبتهم الدنيا وغيبتهم الأيام والظروف والملابسات، وده شغال في مكان وده في دولة وده في دولة، لكن بيأتي اللحظات وكل فترة يجتمعون وكأن الأيام لم تفرقهم، مع أن الأيام فرقتهم وغيرتهم وفعلت بهم الأفاعي. طب فضيلة الشيخ، يعني ده بيأخذنا إلى تساؤل مهم، وهو يعني الحدود التي تفصل أسرار الشخص عن صديقه. نعم. هل وضع الإسلام ضوابط لعلاقة الصداقة؟ إلى أي درجة يخفي الإنسان عن صديقه، أو ماذا يمكن أن يخفي عن صديقه ولا يصح أو لا يجوز له أن يصرح له به؟ هو ما قاله سيدنا النبي: كل أمتي معافى إلا المجاهرون، والمجاهرون على خطأ عظيم. الإنسان أذنب ذنبا فستره مولاه، فلا يذهب بقى لصديقه يحكي حكايات تقول عن أسرار بعض الناس وتكشف أستارا لأناس، هذا لا يصح سواء رجل أو امرأة. النبي وصف هذا الوصف كأنه يعني حتى من كان مع زوجته فأخذ يكلم الناس، قال كأنه شيطان يقارع شيطانه على قارعة الطريق على النصيح، فهذا لا يصح دينا. لكن نحكي في مستقبل، نحكي في ذكريات الماضي، نحكي في قيم تجمعنا، مبادئ تجمعنا، أخلاق، تربية فاضلة، أهداف، أفكار قريبة، الناس بتحكي في كل شيء. والله الذي لا إله إلا هو، الصديق مع صديقه والله إن لم يتكلم، لو جلس سويا صامتين لا يتكلمين، والله الذي لا إله إلا هو، هناك راحة بين الاثنين، لأنها صداقة على مبدأ وعلى صواب، فصداقة صحيحة بنيت على ما يرضي سبحانه وتعالى، بنيت على إن هم جمعهم ما يحبون وما يحبان، كان ما يرضي سبحانه وتعالى
وما يقربهم من الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طب فضيلة الشيخ، يعني حضرتك تطرقت إلى قضية مهمة جدا وهي قضية الغيرة مثلا. شعور إنساني ربما ينتابه البعض أن يرى الخير لدى الغير ولكن ليس له مثله. في مثل هذه الحالة البعض يخفي عن أصدقائه ما فيه من نعمة أو من رزق أو من فضل من الله تعالى، والبعض الآخر يغار من أصدقائه لما وصلوا إليه من مناصب أو من مراكز أو حتى من ظروف معيشية ربما تكون أفضل. في هذه الحالة يعني أين الصداقة بالمعنى اللي حضرتك تحدثت فيه في مطلع هذه الحلقة عن العلاقة بين النبي صلى الله عليه وسلم والصديق؟ أين مثل هذه العلاقة الآن بين الأصدقاء؟ الصديق الحق يدعو لصاحبه إن يكون ما وليه من أمر دنيا، من منصب، من فلوس، من كذا من كذا، لا يؤثر في دينه. يدعو له أن ينجو ويعرف إنها دنيا، هذه الدنيا يبتلي الله عباده بالنعمة والنقمة، فددلوا ما يظن أنه خير، مال، أولاد، زوجة على أعلى مستوى من الصح من الص من الصلاح الصلاح ومن الجمال، أو فيها صفات كل الناس تتمنى منصب، لكن الصاحب الذي يرعى الله ويخاف مولاه، لأنه هو صاحب مين؟ صاحب من قربه، هذه الصحبة تقربه من مولاه وتعلي دينه، فإذا به يدعو لصاحبه. الإمام مالك كان يقول: والله إنني لأدعو للشافعي ما سجدت سجدة لله إلا دعوت للشافعي منذ 50 سنة. الله. ولا يغار من تفوقه، بل يقول: والله إن الشافعي للدنيا للناس كالشمس للدنيا وكالعافية للناس. فهذه صحبة وهذه صداقة. فإذا كان في أمر تمنى له الخير وزيادة ودعا الله تعالى في غبطة، يتمنى من الله الخير لنفسه كما يتمناها لغيره، هذه ليست شر. نعم. لكن لا يتمنى زوال النعمة عند الصدق من الحسد، من الحقد، من الغل، من الكراهية، من إنه بيكرهه عشان هو ناجح ولا يحبه لأن الله أعطاه ولأنه يستكثر نعم الله تعالى عليه. هذه نفسية معقدة، نفسية فيها أمراض. لكن احنا بنتكلم عن صحبة يعني هدفها الله، صحبة هدفها الجنة، صحبة هدفها أن نكون سويا في الدنيا والآخرة. فكل اللي قدامهم بقى من منصب من مال، كل ده زهيل، المهم أن نكمل حتى الجنة. أن نكمل حتى صحبة النبي في الجنة، أن نكمل حتى نرى وجه الله الكريم في الجنة. فهذه الصحبة هي التي تجعل الصاحب يدعو لصاحبه في منصب: اللهم نجه منه يا رب واجعله لدينه، لا تجعله يؤثر على دينه يا رب، اجعله يكون خدمة للناس وجبر لخواطر الناس وقضاء لمصلحة الناس. مال، اللهم اجعله في يده ولا تجعله في قلبه، ويا رب لا تأخذ منه نقصا في أولاده مقابل ما هو 24 قراط. نعم. فإذا أعطى في مكان أخذ في مكان، فهو ما يبصش لهذا الأمر، ولكن يعلم أنه كله عنده 24 قراط، بس ده عنده نقص في هذا الجانب وده عنده زيادة في هذا الجانب. فادعو الله تعالى لخلق الله، فإنه لا يدري إن النقص اللي عند اللي هو بيظن إنه هو أفضل منه قد يكون أكثر منه بآلاف المرات وهو لا يشعر. فالناس مستورون بستر مولاهم عز وجل. طب فضيلة الشيخ، فكرة تقلب القلوب. نعم. يعني القلب لا يبقى على حال واحد. نعم. في هذه الحالة ربما يكون له من الأصدقاء ما هو كان مناسبا في فترة ما من عمره، ثم تتقلب الأمور ويتغير ما في قلبه تجاه هذه الشخصيات. هي صحبة لكنها ليست صداقة. نعم. لو كانت صداقة لدامت، لكن هي صحبة ناسبت بعض أفكاره في فترة من فترات حياته، لكن وجد إن هو الدنيا تغيرت وهو مفاهيمه تغيرت عن مفاهيم الآخر، وربما يحدث لكلنا. نعم. ما تفضلت بقوله،
يا دكتورة غدا إن ده بيحصل لناس كتير جدا، إن الواحد يصاحب واحد ويكون معه في ليله ونهاره وكذا، لكنه الزمان تجاوزه، نعم. فالدنيا تغيرت لدرجة إنه أصبح لا يصلح لما هو فيه ولا يصلحان لبعضهما. نعم. بقى فيه اختلاف في الأفكار وفي اختلاف في مش هيعرفوا يتفهموا. فده حدث وده واقع، لكن هناك صداقات تدوم. ليه؟ في تقارب في العلم، في كفاءة. نعم. هذه الكفاءة جعلت الصداقة تستمد. طب فكرة تغير ظروف المجتمع بتأخذنا إلى الصداقة الافتراضية فضيلة الشيخ، يعني أصبحنا الآن نعيش في عالم الإنترنت والهاتف المحمول والصداقات على الفيسبوك اللي هي لأشخاص ربما لا يكون لها وجود في الواقع، يعني تكون أسماء افتراضية. في هذه الحالة طبيعة هذه الصداقات وتوصيفها ومدى رضا الدين بتاعنا عنها؟ هو هذه الصداقات ترى ألفا ولا ترى منهم أحدا، يعني عنده 5000 صديق، أنا خلاص الصفحة أنا أعتذر عن قبول أصدقاء، عندي 5000 صديق، وهو إن حدث له حادث وحدث له أزمة لا يجد 5 ولا يجد يعني 2 من الأصدقاء ولا 3 من الأصدقاء. فهذا عالم ليس في حقيقي. بعض الناس بيفرح باللايك والشير والكومنت وهذا يعلق له ويزعل لو ده ما علقوش، هذا عالم افتراضي لا يبنى عليه حياة، لكن يؤخذ منه الخير. فإن نبينا علمنا إن المؤمن كالنخلة وكالنحلة، يأخذ الرحيق من كل شجرة ومن كل ثمرة. هذا عنده صفة جميلة، هذا عنده علم، هذا عنده براعة في مهنة، في رسم، في كذا، يأخذ من كل واحد ما ينفعه في أمر دينه وأمر دنياه. فالحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق الناس بها، لكن ما تتسندش قوي على أصحاب العالم الافتراضي وعلى أصدقاء الفيسبوك وغيره. ليه؟ لأن هتتسند على حيطة هتميل بيك وتقع على الأرض، وساعتها لا تجد صديق. في بعض الأحيان فضيلة الشيخ يعني نجد بعض الآباء من كثرة ما صدموا في عدد من الأصدقاء أو المعارف بيربوا أبنائهم على عدم الثقة في الصديق، وربما عدم اتخاذ أي من الأصدقاء خوفا من الصدمة فيهم أو الخيانة أو يعني ما خلاف ذلك من الأمور السيئة اللي ربما تحدث بين الأصدقاء. ما هو ده اللي اتكلمنا فيه، المثالية الزائدة. إني عامل الناس بالنقص الذي خلقوا منه. الناس ما خلقوش لكمال، خلقوا وربنا اختبرهم وقال ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزم. فمش عاوز لي كمال في حد، لأنك ما هوش فيك أنت كمال، فكيف تبحث عن الكمال في غيرك؟ ولكن عاملهم بغالب ما هم فيه من حسن وسوء. فأنت صديقك ده هل تريد منه إيه؟ ما تريد منه. الذي تريده من صديقك قدمه أنت أولا، ولا تبحث عن حقك على الغير، ولكن أدي واجب الغير يؤدى إليك بلا بحث عنه. فالنهاردة عندي صديق، وأدي حقه بما يرضيه سبحانه وتعالى. والأصل في معاملاتنا مع الناس، أنا ما بعملش صديق عشان عاوز منه حاجة، أنا في النهاية أنا بعامل ربنا فيه، بعامل الزوجة بعامل ربنا فيه، بعامل الجار بعامل ربنا فيه، بعامل الصاحب الزميل الصديق. فإن اغتابني لا أغتاب، وإن أساء إلي لا أسيء إليه، ولكن أحب لأخيك ما تحب لنفسك، وعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. فضيلة الشيخ عباس صالح إمام وخطيب مسجد النور بالعباسية، أنا سعيدة جدا بهذا اللقاء. الله يسعدكم يا رب ويرضيكم وتقبل منا ومنكم يا رب. آمين يا رب. ارزقنا صحبة الخير دنيا وأخرى. آمين يا رب العالمين. أشكركم أيضا مشاهدينا على حسن المتابعة، وحتى حلقة قادمة بإذن الله من فقه الحياة، لكم تحياتي.